طبعا تالت اليوم حنبلش بليكتشر جديدة، فضلت أعطيها على محاضرتين. رح نحكي اليوم براون سيندروم ولكن نحكي دوين سيندروم. بلشت أول شي سؤال عشان الأغلب سأل اكستراكولار ماسلز، فحطيت سؤال ثالثة ممكن تحلوه أو تاخدوا ليا تتفرجوا على السؤال تعطوني أجوبة. التو بوزيشنز يلي بالجرين وبالبلو، حد عنده جواب للي بالبلو؟ أسيل عندك جواب لإله؟ رؤى بالامتحان لو تكتبي لي هيك بحط لك صفر، ما حددتي لي مين الرايت مين الليفت. تمام أسيل صح. أنا بإيش بالبلو؟ واضح إنكم دارسين باينوكيلر. خليكم تالت تضلكم نايمين. الجرين رؤى انت مركزة بالمسلز، مين المسلز اللي شغالين بالجرين؟ صح أسير. تمام شايفة رؤى هذا الخطأ اللي غلطتي، يعني هذا بيخسرك كم علامة. تمام تالتة يلي دارسين باينوكيولار، بالنسبة للبيشنت باللون الهايلايتد باللون البلو، هذا البيشنت عنده بما انه باتجاه الرايت، فالرايت بده يكون فيها السوبيريور ريكتس والليفت بده يكون فيها الانفيريور اوبليك. وإذا بنتفرج على الجرين فهو عم يطلع على الداون بوزيشن باتجاه الرايت، فهون رح تكون بالرايت اللي هي الانفيريور ريكتس وبالليفت اللي هي السوبيريور اوبليك. تمام مين المسلز يلي ريلاكسنج؟ هلا احنا حكينا مين المسلز يلي عاملين كونتراكشن اللي ساحبين العين باتجاه، هلا مين المسلز يلي عاملة ريلاكسيشن؟ الانتاغونست مسل بكل عين، يعني بالرايت اي بالبلو كان شغال السوبيريور ريكتس، اذا راح تكون ريلاكس الانفيريور ريكتس. بالليفت اي بما انه الانفيريور اوبليك هي الاكشن، راح تكون الانتاغونست مسل اللي هي السوبيريور اوبليك، ممتاز وعكس الشيء بنفس بالليفون بالجرين. ديبريشن تمام تمام بانه بالدبرشن انفيريور والدكستريت ريكتس ديبريشن. عكسها. تمام عكسها سبيريور ريكتس فيها ريلاكسيشن، واذا اجينا على اللي هي الليفت اي السوبيريور اوبليك عامل اكشن، بيكون عندنا اللي هي الانفيريور اوبليك فيها ريلاكسيشن. تمام على أي قانون هذا؟ أشرينغتون لو تمام ممتاز. إذا بدي أحكي كل عين لحال مين ريلاكس ومين كونتراكشن،
فهي شرينكتون لو. تمام، حدا عنده سؤال؟ مهم تالت، هالمحاضرة اللي راحت سؤال ايش هو الالفابت باترن اللي واضح في الصورة؟ إذا عندكم يعني بعرف مع المحاضرة مش معكم تدرسوها، بس يلي متذكر أو من شكل المسلز بيحاول يحكي لي which المسل اللي فيها الامبالانس. ما قدرتوا إنه المحاضرة مش معكم، تمام، بس إنه جربوا. هلأ يمكن تكون في باتر أو الواي؟ لا اجزي صح الاشي، فيه واحدة منهم حكيتيها صح. واي؟ عنده نو نو عنده في بطل، عنده في حرف الفي. تمام، عنده في بطل. حدا بيقدر يحضر المصل؟ ممتاز رؤى، في بطل. حدا بيقدر يحضر المصل؟ superior under action بال superior rectus وال over action بال inferior oblique. ممتازة ممتازة. مين اللي جاوب؟ سوري، بيان. ممتازة بيان. هلا هذا البيشنت عنده بايلاترال، بايلاترال لأنه إذا بتلاحظوا العينتين التنتين عاملين الحرف الفي، فهو عنده بايلاترال inferior oblique over action، أو بيكون عنده بايلاترال under action بالسوبيريور ريكتس. هلا انتم بتعرفوا انه الانفيريور اوبليك السكند اكشن لإلها انه يكون في عنا ابدكشن، تعمل ابدكشن، فبالتالي هاي الابدكشن لما بصير فيها عنا اوفر اكتنج تشتغل زياده تسحب العين لبرا، تعمل ابدكشن لبرا، وبالتالي بتعمل عنا شكل الفي بتر. هيك عنا الانفيريور اوبليك لما بيكون فيها اوفر اكشن تعمل حرف الفي. تمام، عكسها السوبيريور اوبليك. مرة حكيت لكم اياهم بمادة وخربطت بينهم وحكيت لكم برجع لكم فيهم. عكس السوبيريور اوبليك، تمام. هلا ايش هذا البيشنت عندكم؟ المسلز اللي افكتد هذا لكم، ها بدي امشي في المحاضرة، تمام، بس اذا بتركزوا شوي فيه تحكوا لي ايش هم الابنورمال هيد بوستشر لحتى عليهم تبنوا المسلز. عامل هيد تلت اللفت ممتازة، لفت هيد تلت، لفت هيد تلت. عندك ثلاثة ترى. هل هذا يعتبر عنده تشين؟ بس شوفوا ليش انا اخترت هذا البيشن، لانه عنده دبل تشن. تمام، عنده صح، عنده دبل تشن هون شايفين، صعب نميز داون او اب، فمشان هيك حطيت الكيس. بدي اشوفكم كيف تقدروا تميزوا الصور. تشن داون بتقول رؤى. حدا عنده غير رؤى؟ هلا ما اتوقع يكون تشن داون، تشن اب. فعليا هذا البيشن تشن اب. أنا لاحظوا على شخصيا مش شايفة عندي تشن أصلا. لا عنده، بس لأنه ناقص، لأنه البيشنت يعني الصورة إنه البيشنت عنده هذا دبل تشن، بعرفش اسمه بالعربي، هاي من هون كتير ناصح من تحت دقنه. تمام، فهذا البيشنت كتير صعب إنه يتحدد إذا عنده تشن أب أو تشن داون، لكن اللي بلاحظ على عيون البيشنت إذا هو عامل تشن داون، تمام، إذا عامل تشين داون بيكون عيونه لفوق، تكون عيونه لفوق، تمام، بس هو بما إنه عيونه أغلبهم لتحت يعني مش فوق طالعين وعامل تشين، تمام، فهو تشين أب، فعيونه بينزلوا لتحت كأنه هيك عم يتفرج من تحت البيشنت إذا ملاحظين. فهذا البيشنت عامل تشين أب وعنده هيد تلت باتجاه اللفت وعنده فيس تيرن. حدا مميز الفيس تيرن؟ طلعوا على شكل داني البيشنت. من دان البيشنت اكثر شيء بتساعدني احدد الفيس تيرن لإله اذا كان ليفت او رايت. للليفت
ممتازة، عنده ليفت فيستر. تمام، هلا تالتة، هدول الثلاث نقاط اللي صرت تعرفوهم. تمام، لأنه عنده فيستر من الليفت، تشين أب وهيد تلت للليفت. حاولوا طلعوا المسلز. ماس. الأول إشي تتذكري صورة البنت اللي حكينا عنها المرة الماضية، حكينا عندها هيد تلت للليفت، مع انه هذا اتجاه راسه مختلف عن اتجاه المرة الماضية، وحكينا برضه هيد تلت للليفت. كيف؟ دي كان فيها فيس تيرن للرايت اي ثينك، كان فيها فيسترن. كان بتساعد بتغير. هلا قارني الصورتين، بس انزل المحاضرة بلكي يا رب الله يفرجها اليوم. تمام، قارنيهم. تمام. هلا ثالثة، حاولوا من اللور اي والهاير اي اعملوا اختاروا اربع مسلز، مثلا تنتين اللي هم، بما ان المشكله عندنا بالفيرتيكال، اختاروا افور ماسلز بيكون مثلا باللور اي المشكله بدها تكون كذا او كذا، بالهاير اي مثلا يلي هي الرايت ممكن المشكله تكون كذا وكذا. بس مثلا بسبب انه البيشنت عنده تشين اب، المشكله راح تكون وين؟ اليفيشن ديبريشن، فبالتالي الماسلز اللي بيكونوا السبب هي وهي. بعدين روحوا على التلت، فالتلت مثلا هذا البيشنت على اي سايد عامل تلت، هذا التلت مين العين اللي بتكون ادكشن وابدكشن، بروح على الفيس تيرن بشوف مين العين اللي بتشتغل في حاله الادكشن او ابدكشن حسب شو البيشنت وين بده يفوت عينه من هذا التلت. تمام، وبالتالي بوصل يعني اخر شيء بتخير بين تنتين، بين تو ماسلز، لما اشوف مين اللي بتشتغل على ادكشن وابدكشن لحتى العين رايحه بهذا الاتجاه، بكرر مين هي المسلز. هيك دايما اشتغلوا، اول شيء اختاروا اربعه، اثنين من التنتين اختاروا واحده، جربوا فيها لحالكم. تمام، وبنحلها ان شاء الله بدايه المحاضره الجايه، لانه هاي المحاضره حناخذها على يوم، يعني على تو ليكتشرز على مرتين. تمام، عشان يكون سهل نفهم البراون ودوين سيندروم. هذا عنده سؤال ثالثه؟ ليش السوبيريور ريكتس اللي فيها المشكلة يا زينب؟ والله لا، صارت مرة مصر. غالب لا، مش الانفيريور اوبليك، طلع عندكم كمان في مصر. تالت، اشتغلوهم جد، يعني امسكوا البيشنت وبلشوا فيه واحدة واحدة، شوفوا كيف بتوصلوا للجواب. أنا في الامتحان النهائي صراحة بعرف شو، ما بتخيل أجيب لكم صورة وعليها إنه طلعوا الأفكتد مسل، إلا في حال إيد صورة كثير سهل إنكم تعملوها، لأنه فيش وقت بالامتحان. فراح أشوف. تمام ثالثة، هلا حنفوت على محاضرتنا لليوم، رح نحكي عن براون سيندروم. بس بالاول في عنا patient، بس من الاوبزرفيشن للبيشنت للاي موفمنت. تمام، حدا بيقدر يحكي لي ايش ملاحظ ملاحظات على هذا البيشنت، مثلا بالبرايمري على جيز معين، مشكله معينه، هلا هل هون هذا النيروجينيك بالبرايمري هو او نورمال، الريسبتيف؟ بالبرايمري هون نورمال، مش مبين واضح اللي ممتاز. عنده الحول اصلا. هلا اذا بتحكي نورمال يا ويلك، اسمه اورثو. تمام، اورثو ثالثة، ممتازة. حدا عنده ملاحظة ثانية؟ بس مش في على الليفت اي بالجيز، الليفت اي في اوفر اكشن على السوبيريور اوبليك. قصدك هنا على الليفت مباشرة؟ لا قصدي على هون؟ الانفيريور اوبليك، سوري، انه في داخل العين لجوه، لا اللي فوق الصورة اللي فوق في اوفر اكشن، اسمها اوفر ولا اندر؟ تعال داخل اندر اكشن لجوه ولا اوفر؟ كتير. المفروض العين تطلع، بتطلع لفوق، العين مش طالعة نازلة لتحت. اوفر ولا اندر اكشن بالانفيريور اوبليك؟
بما أنه داخل منها لداخل العين وطالع بياض كتير، أنا هيك مخديته أن أوفر أكشن. هلا شوفي، هلا المصل هاي لما يكون عندنا inferior oblique بدها تفوت لجوا وتطلع لفوق. هلا هاي المصل فاتت لجوا بس ما طلعت لفوق. صحيح، عشان هيك قلت لك المشكلة بالسوبيريور اوبليك، انفيريور اوبليك. هذا الزاوية هاي شايفيتها، هاي الزاوية اللي الماوس بتلف حواليها، هاي الاكشن تبع الانفيريور اوبليك. فيش ولا مصل بهاي البوزيشن بيتحرك او بياخذ الاكشن او بيعمل كونتراكشن الا الانفيريور اوبليك. فهاي الزاويه انا بفحص عليها الانفيريور اوبليك. الانفيريور اوبليك وظيفتها تعمل اليفيشن للعين. هلا العين فاتت بس ما كملت انها تطلع لفوق تكمل الاكشن تبع الانفيريور اوبليك، بالتالي الانفيريور اوبليك فيها اوفر او اندر اكشن. تكون under action، صحيح، لأنها ما ممتاز، تحركت أبداً. تمام. هلا لو كلامك تمام، السوبيريور اوبليك انه هي فيها اندر مثلا اوفر اكشن، ساحب العين لتحت، باجي بتفرج على الاكشن تبعها هون تحت على الدبريشن، تمام، ما بتفرج وانا بدور على الاكشن تبع الانفيريور اوبليك. منيح انك غلطتي هون عشان ما تغلطي في الامتحان، تمام. تمام. هلا فعليا هذا البيشنت عنده مشكله بالسوبيريور اوبليك، تمام، بس المشكله تبعته بتبين على شكل مشكله بالانفيريور اوبليك. بس فعليا لما تيجي بالامتحان ايش هذا البيشنت عنده، لو عرفتي انه براون سيندروم، هلا السبب تبعها مشكله بالسوبيريور اوبليك، لكن الاكسترا اوكيلار ماسلز هذا البيشنت عنده مشكله بالانفيريور اوبليك، عنده مشكله ما بيقدر يعمل اليفيشن. ايش اللي مانع الاليفيشن؟ مشكله بالسوبيريور اوبليك. هلا طلع البيشنت هون سوبيريور اوبليك ولا في مشكله ولا فيها اي شيء، تمام. فعليا هذا البيشنت عنده اندر اكشن بالانفيريور اوبليك بالليفت اي. في بالليفت اي بالصوره الوسطانيه في اوفر اكشن بالليتر الريكتس، صحيح؟ تمام، ممتازة. هاي ما بنسميها اوفر اكشن، هلا حناخدها، اللي هي بنسميها داون شوت، انه العين كفايتي لجوا عاملة ادكشن، كفايتي صح، لكن لما فاتت نزلت لها اشي سحبها لتحت، زي داون شوت بنسميها. ممتازة ملاحظتك، ما في داون شوت بنسميها. تمام، هذا اشي جديد عليكم، بس انا بدي اياكم تلاحظوا انه في اشي مختلف. رؤى بتقول في عنا مشكلة بالإليفيشن، تمام، عنا مشكلة هون بالليفت اي، العين مش عم تطلع دايركت إليفيشن. ايش المشكلة؟ احنا ما بنعرف، تمام، بس صح في مشكلة بالسوبيريور ريكتس. في اي مشكلة موجودة على الرايت كيس؟ تمام، ممتاز، صح كلام أسيل. عم تتوقعوا هذا البيشنت مشكلته نيوروجينيك أو ريستريكتيف؟ الباترن اللي نحن شايفينه تتوقعوا يكون نيوروجينيك أو ريستريكتيف؟ هذا عنده توقع ثالث؟ بس بدي هيك من الصور، يعني اللي بتوقع تكون المشكلة ديستركتيف، خاصة من هاي انه العين نهائيا ما تحركت، يعني ولا نيوروجينيك. كلامك صح 100%. تمام، غالبية انها تكون المشكلة ريستريكتيف، لانه انا بعرف انها براون سيندروم. تمام، ثالثة، بس انا كنت بدك تتوقعوا ايش شكل المشكلة عند هذا البيشنت. هلا تاتي بشكل عام بالنورمال اليفيشن، لما نعمل اليفيشن للعين باتجاه الادكشن نفوت العين لجوا، تمام، فالانفيريور اوبليك بدها تعمل كونتراكشن والسوبيريور اوبليك بدها تعمل ريلاكسيشن، يعني هاي الحركة هاي ادكشن، تمام. لما بدي اعمل اليفيشن بالادكشن بهاي المنطقة، تمام، هاي ابدكشن، هاي اليفيشن وذ ابدكشن، هاي ادكشن جوا باتجاه النوز، هاي اوت اللي بعيدة عن النوز، تمام.
بهاي الحالة الـ inferior oblique يدوكلها contraction، مين عكسها من المسلز؟ مين الأنتاجونيس تبعتها؟ الـ superior oblique. في الـ superior oblique رح تكون عاملة relaxation، برضو هاي العين هون هاي elevation with action باتجاه النوز فايت العين، تمام؟ فهذا البيشنت عنده الـ inferior oblique بتكون عاملة contraction، superior oblique الأنتاجونيس تبعتها بتكون عاملة relaxation، تمام؟ هلا بهاي الحالة ايش ممكن يصير بالعين لو انا حاولت اعمل elevation in adduction لكن superior oblique هي عكس الأنتاجونيس تبعتها ما عملت relaxation، او كان فيها مشكلة؟ تعرفوا ان superior oblique هي اطول muscles، هي اطول واحدة بالmuscles، وانها هي بتسافر مسافة بعيدة وبعدين تيجي تفوت من خلال التروكليا بعدين تلف وبتعمل insertion، تعرفوا هذا الحكي صح؟ هلا لما اذا كان في عنده مشكلة بالتروكليا ومانع السوبيريور اوبليك انها تعمل relaxation او مقصرة من طول السوبيريور اوبليك او في inflammation بمنطقة التروكليا او بيشنت اخذ تروما التروكليا بطلت السوبيريور اوبليك يتحرك خلالها، يا ترى هذا البيشنت كيف بده يكون شكل الاليفيشن بالادكشن اللي هو مكان عمل الانفيريور اوبليك يلي العكس الانتاجونيست تبعتها فيها مشكله؟ هون ببلش عنا براون سيندروم. براون سيندروم عباره عن ريستريكتيف اي موفمنت، في عندنا مشكله ريستريكتيف، في شيء مش مخلي العين تتحرك او المسل تعمل الموفمنت تبعتها، فبالتالي بصير عندنا inability بالaffected eye انها تعمل elevation بالadduction لانه الانتاجونيست تبعت الانفيريور اوبليك هي اللي فيها المشكله. هلا بشكل عام يكون في عندنا شيء بنسميه انومالي او ديفكت معين موجود بمنطقه التروكليا تمنع اللي هي النورمال او الفري موفمنت للسوبيريور اوبليك من خلال التروكليا، فبالتالي هاي السوبيريور اوبليك اما ما بتقدرش تعمل ريلاكسيشن او مش فولي اكستند هاي المسل لاخرها، فبالتالي انا صعب علي اعمل اليفيشن للانفيريور اوبليك لانه في شيء ساحبها لتحت فهي مش عم تقدر تسحب العين لفوق، او بيكون في عندنا كونتراكشن السوبيريور اوبليك برضو عم بتشد، فبالتالي في عندي مشكله، واحده بتشد واحده تطلع لفوق، فبالتالي الاكشن تبع الانفيريور اوبليك ما بيظهر. لكن الانفيريور اوبليك فيهاش مشكله بالكونتراكشن، عادي تشتغل هي لحالها لما يكون الاكشن لإلها، ما فيها اي مشكله، بتنزل العين طبيعي ماخذه كل الاكشن تبعها وكل شيء تمام. لكن لما تيجي الانتيريور اوبليك تشتغل والسوبيريور اوبليك تعمل الريلاكسيشن، هون بتصير عندنا المشكله لهذا البيشنت، تمام؟ ثالثه، هلا هاي المشكله احيانا بتكون كونجينيتال بنولد البيشنت عنده اياها، احيانا بتكون اكوايرد، بتكون acquired. هلا لما بتكون acquired هاي المشكلة إما بيكون سببها trauma أو بيكون في عنا inflammation بمنطقة التروكليا. هلا زي ما شفتوا أو مثل ما حكيت لكم زينب، مثل ما هي شافت بالمسلز إنه هذا البيشنت عنده مشكلة بالinferior oblique زي كأنه فيها under action أو فيها palsy، لكن بالحقيقة هي نفس شكل الinferior oblique palsy، نفس الشكل، نفس الاكسترا اوكيلر ماسل ريكورد بسجلها، لكن في الحقيقه اذا كان هذا البيشنت براون سيندروم فهو فعليا عنده مشكله بالريلاكسيشن للسوبيريور اوبليك، عنده ريستريكتيف اي موفمنت، تمام؟ ثالث التعريف مهم ممكن العب فيه، تمام؟ ثالث الامتحاناتكم، تمام. هلا براون سيندروم بالغالب بتكون يونيلاترال عند 80-90% من البيشنت، ممكن تكون بايلاترال لكن المور كومون انها تكون يونيلاترال موجوده بعين واحده. هلا كبرسنتج بتوين ميلز وفيميلز هي متساويه، وبرضه انه يصيب الرايت او الليفت اي بنسميها اللاتراليتي، يعني اما رايت او ليفت فهي برضه نفس الشيء متساويه، تمام؟ هلا بالغالب او الشكل العام لهي الكونديشن تبع براون سيندروم انه يكون المشكله موجوده بحد ذاتها، هذا البيشنت عنده مشكله براون، احيانا لا بتكون مصاحبه لاسترابيزمس تكون جايه مع حوى، مثل البيشنت عنده ايزوتروبيا وبنفس الوقت عنده براون سيندروم لما اعمل له اكسترا اوكيولار مسل، تمام؟
هلا في نوع منها بنسميه الكليك سيندروم، نفسها براون سيندروم لكن النوع تبعها كليك، يعني بتكون انترميتنت، مو دائما هذا البيشنت عنده براون سيندروم، وبسرعه بصير لها امبروفمنت. يعني انا بسحب العين لحتى اشوف الاكشن تبع الانفيريور اوبليك بالاكسترا اوكيلر ماسلز، بلاحظ انه العين مثل علقت، عملت شكل براون سيندروم، لحظات زي كليك، يعني بسرعه العين ترجع بتعمل سبونتينيوس امبروفمنت، ترجع لتاخذ شكلها الطبيعي، كانه المسل بتكون زي يعني بتعلق، تمام، زي بتعلق وبترجع لوضعها الطبيعي، تمام. فهاي الكليك سيندروم بتكون انترميتنت، يعني انا مو دائما بشوف عند هذا البيشنت براون سيندروم، لكن هو عنده براون سيندروم، عنده براون، التايب تبعها بنسميه كليك، بسرعه بصير له امبروفمنت لهذا البيشنت. حدا عنده سؤال؟ قالت لي ناسي السوبيريور اوبليك، هي هاي المصدر بتيجي مش من الانيولس اوبزن، بتيجي من بعد، بتيجي من اخر مكان في اللي هي الابكس تبع العين، تمشي اطول مسافه، بتكون هي انحف واطول مصدر، بتلف من عند التروكليا، بتعمل انسيرشن بوستيريور اللي طلع لوين، بترجع لورا، عشان هيك الاكشن تبعها بتكون عكس الاشي اللي بتعمله سوبيريور اوبليك، لكن ما بتعمل اليفيشن، بتعمل ديبريشن للارض. قلت هذا الجدول مهم، يعني بحكي لكم هذا الجدول لحاله بيجب عليه 10 أسئلة مادة الفاينال، تمام. هلا براون سيندروم له ثري جريدينج، يعني في عنا براون سيندروم نوعها مايلد، نوعها مودريت وسيفير، تمام. هلا كلياتهم عندهم مشكلة بالإليفيشن إن أدكشن، زي ما شفنا لا العين تطلع عندها مشكلة تطلع لما تعمل أدكشن، تمام. اللي بيفرق إنه المودريت والسيفير بيكون عندهم مشكلة كمان بالأدكشن، كمان مشكلة بالأدكشن، يعني إليفيشن إن أدكشن برضو مشكلة بالأدكشن، والسيفير بيكون برضو البيشنت احتمال عنده بالبرايمري بوزيشن عنده كمان نفس المشكلة، عنده مشكلة حتى بالبرايمري بوزيشن، هاي السيفير كيسز من براون سيندروم. هلا الهيستوري للمايل بيكون هذا البيشنت عنده انترميتنت استرابيزماس، بيكون أسوأ على الاب جيز، هذا الهيستوري تبع البيشنت. بيجي البيشنت بيحكي انه الاهل اذا كان الطفل بيقولوا انه عنده حول، احيانا بحس عنده حول خاصه لما بتطلع لفوق، لما نفحص هذا الطفل بنلاقي فعليا ما عنده حول، كفرتست نورمال، لكن على الاب جيز لانه شكل المسل بيختلف زي ما انتم شايفين هون كيف شكل المسل، فالاهل بيحكوا هذا البيشنت عنده حول، ومو دائما بشوفه، بشوفه لما الطفل بتفرج لفوق، تمام. هي نفس المشكله عند المودريت والسيفير، هذا الهيستوري اللي بيجي البيشنت بيحكي لنا اياه. هلا بالنسبه للتستات اللي احنا بنعملهم، الفيجوال اكيوتي بيكون نورمال للي عنده مايلد، المودريت ممكن يكون في امبليوبيا، وبرضه السيفير ممكن يكون عنده امبليوبيا. حدا بيحكي لي ليش؟ اه مش مشكله، خلينا بعدين. هلا بالبرايمري بوزيشن البيشنت بيكون عنده ستريت او اورثو، ما عنده اي مشكله بالعينتين بالمايلد وبالمودريت، لكن بالسيفير كيسز بيجي البيشنت عنده سمول هايبوتروبيا، سمول هايبوتروبيا باي عين؟ العين اللي فيها المشكله بالبراون سيندروم. هلا ابنورمال هيد بوستشر بالمايلد ما بيكون فيه، لكن بالمودريت بيكون في عند البيشنت شن اب، لانه مشكلته بالاليفيشن يا ثالثه، تمام، فبيعمل شن اب لحتى يخلي عيونه لتحت. هلا لاحظوا السيفير وهي مهمه، السيفير بيكون عامل تشين اب بالاضافه، اما بيكون او لا، يعني اما او لا، بيكون عامل هيد تلت باتجاه الافكتد سايد وفيس تيل باتجاه السايد الثاني الكونترا لاترال سايد. ثالث هاي النقطه مهمه، تشين اب بتكون ويز او ويزاوت هيد تلت، الهيد تلت بيكون باتجاه الافكتد سايد والفيس تيل بيكون باتجاه الكونترا لاترال سايد، تمام. هلا بالنسبه للاكسترا اوكيولار ماسل، لما نيجي نفحص البيشنت بتكون عندنا بوتنشال او كليك في حاله المايلد، وبيكون عندنا داون شوت بالادكشن زي ما انتم شفتوا هون، بس هاي ثالثه.
طبعا بتاعته. فمثل ما شايفين هون patient بالادكشن عم يعمل داون شوت، تمام، هي بتنزل لتحت. هلا الفورس داكشن تيست اف دي تي، فورس داكشن تيست اللي هم بيمسكوا فورسبس وبيحاولوا يحركوا العين عشان يتاكدوا انها فعليا تكون ريستريكتيف، وهو فعليا بيكون بوزيتيف فيهم كلياتهم. هلا زي ما قلت لكم بالكلينيكال فيتشرز بالنسبه لنا احنا كاوبتومتريست، بيكون البيشنت بيجي بيشكي من انترميتنت استرابيزمس، وانه العين بيكون شكلها غريب لما بيتفرج البيشنت على الاب جيز. هلا اذا كانت المشكله حكينا اما بتكون كونجنتال او اكوايرد، اذا كانت اكوايرد بيجي البيشنت عنده هيستوري تروما او انفلاميشن عنده بالعين، تمام، اللي حكيت لكم بيكون نورمال، لكن ممكن بالسيفير كيسز يكون البيشنت عنده امبليوبيا لكنها مش كومن، تمام. الكفر تيست بيكون بالبرايمري بوزيشن، هذا البيشنت بيكون عنده اورثو عنده straight eyes، لكن في حال السيفير كيسز هذا البيشنت بيكون عنده ممكن مش دائما هايبوتروبيا. بأي عين الهايبوتروبيا؟ بالعين اللي فيها براون سيندروم نفسها. هلا الابنورمال هيد بوستر هلا حكيناهم، بيكون عندهم تشين اب، باستثناء بالسيفير كيسز البيشنت بيكون عنده هيد تلت وبيكون عنده فيس تيل. الاكستراوكيولار ماسل زي ما شفتوا بيكون عنده مشكله بالاليفيشن وهو بيحاول يعمل ادكشن، وبيكون هذا البيشنت عنده نورمال بالديبريشن، ما عنده اي مشكله. السوبيريور اوبليك بتكون ما فيها اي مشكله، لكن احيانا مش دائما اوكيجنال، يعني كثير نادر انه البيشنت يكون عنده اندر اكشن بالسوبيريور اوبليك، تمام، بس لكن هذا الاشي مش موجود. هلا هذا البيشنت بدي اياكم تلاحظوا على كلمه اذر، بيكون عنده احيانا بيكون عنده في باتر تايب اكزو، اللي هو بيكون عنده في باتر تنتين طالعين لبرا اللي هي على الاب على البيشنت، تمام، بيكون عنده داون شوت بالادكشن، ولاحظوا شغله بيكون عنده وايدنينج بالبالبيبرال فيشر بالادكشن. نرجع على صوره البيشنت اللي راحت، لاحظوا لما يجي يطلع باتجاه الادكشن طلعوا عينه بزيد بتزيد الفتحه تبعتها، قارنوها بهي، تمام، او بهي لانه عم يعمل ادكشن، تمام. بالادكشن العين اللي فيها المشكله لما يتفرج باتجاه النوز بيزيد فتحه العين، بصير عندنا وايدنينج بالبابيبرال فيشر. واضحه ثالثه؟ بلكي هلا لنا صور ثانيه. هاي الاكسترا اوكيولار ماسل اللاين تبع الادر الثالثه مهم. نفس البيشنت اللي قبل شفناه، اذا بتلاحظوا انه هذا البيشنت عنده ديفيسيت بالاليفيشن بالافكتد اي لما يحاول يعمل ادكشن، هذا البيشنت ممكن عنده في باتر او احيانا واي، لكن المور كومون حكينا واي كثير قليل انه يكون عندنا رير، لكن في هي المور كومون. اصلا البيشنت بشكل عام بيكون في عنا 5 degree physiologically V pattern. لاحظوا البيشنت عنده الإليفيشن بالأبدكشن نورمال، فيش عنده أي مشكلة. إذا بتلاحظوا هون اللي عنا الداون شوت العين تنزل لتحت، وفي عنا widening بالبالبيبرال فيشر بيزيد حجم فتحة العين. لاحظوا هون قد إيه العين فتحتها كبيرة مقارنة بهاي عم تعمل نفس الأكشن، تمام، بيكون عندنا widening بالبالبيبرال فيشر لهذا البيشنت. الدبريشن بيكون عندنا نورمال، ما بيكون عندنا اوفر او اندر اكشن. برضه البرايمري بوزيشن لهذا البيشنت بيكون اورثو في حال كان عندنا مايلد او مودريت، لكن في حاله السيفير بيكون عندنا هايبوتروبيا بالافكتد اي. معنى افكتد اي العين اللي فيها براون سيندروم. حدا عنده سؤال؟ تمام، بتعرفي هيك بيكون شكل، تمام، يسلموا، هيك بيكون شكل اللي هو البراون سيندروم على الهيس تشارت، تمام. لاحظوا انه هي قلنا المشكله ريستريكتيف، فاذا بس تاخذوا السلايدات عشان امشي بالمحاضره حاولوا شوفوا المسل سكويل لهذا البيشنت، حتلاحظوا انه ما تكون عندنا مسل سكويلي.
عنا مشكلة واحدة، عنا inferior oblique فيها under action، واضح هون، واضح هون فيها under action، بقابلها عندي over action بالsuperior rectus. تمام؟ عندي over action بالsuperior rectus. تمام؟ هذا الموجود عند البيشنت. لكن لاحظوا تحت على الداون جيز بالاثنين بالانر وبالاوتر فيلد ما في اي اختلاف. فهذا بيكون هذا الشكل هو شكل هيست شارت لبيشنت عنده براون سيندروم. ممكن اجيب لكم ماتشنج صور هيست شارت وايش الكيس عند البيشنت، براون دوين ريستريكتيف نيوروجينيك الى اخره من كيسز ثالثه. تمام. هلا تعال خلينا نركز هون ونشوف ايش الفيتشرز اللي عند هذا البيشنت اللي شايفينهم من تبعون او من الفيتشرز تبعون براون سيندروم. هل هذا البيشنت براون سيندروم او عنده مشكله ثانيه؟ قادرين تميزوا اي فيتشر عند هذا البيشنت؟ هلا اللي هلا حكيناهم حكيتي في وايدنينج بالبالبيبرال فيشر بالعين الرايت. هذا تمام لما بيعمل ادكشن. ممتازه. ممتازة. عنده داون شوت بالأدكشن. والمشكلة الأساسية شايفينها؟ المشكلة الأساسية إنه بالبرايمري مش أورثو، مش نورمال. أورثو بالبرايمري هاي الصورة. هو أورثو. هون هون مش مشكلة؟ عم بيعمل إليفيشن صح داخل عيننا جوا. فده أول واحدة تشوفوها عنده under action بالinferior oblique أو هو البيشنت عنده مشكلة بالelevation in adduction. هاي أول واحدة. تاني واحدة اللي هو عنده downshoot. ثالث واحدة عنده اللي هي widening بالpalpebral fissure. تمام؟ هلأ لو سألتكم هذا البيشنت إيش الgraded تبعته بالseverity؟ هل هو moderate mild severe؟ نرجع لهون. لما حكينا الداون شوت بتكون أكتر إشي بالسيفير. تمام، بس السيفير ما عنده هايبوتروبيا البرايمري بوزيشن. برايمري بوزيشن هو ستريت. الداون شوت بيكون very large بالسيفير بس بيكون موجود بالموديل الثالثة. عنده داون شوت المايلد ما بيكون في داون شوت. مودريت هو فعليا مودريت زي ما حكت روبا. البيشنت عنده مودريت براون سيندروم. تمام. الصورة الثانية ثالثة شايفين أي فيتشرز عند هذا البيشنت؟ بالرايت كيز في عنده داون شوت في عنده وايد بس بالرايت كيز. حد انتبه على اللفت؟ وباللفت كمان في باللفت كمان لما يطلع على السوبيريور اوبليكس انفيريور اوبليكس. هذا عن انفيريور. يا ويلك هذا البيشنت عنده بايلاترال براون سيندروم. عنده بايلاترال بالعينتين عنده براون سيندروم. لاحظوا انه هذا البيشنت طلعوا عنده داون شوت بالعينتين. تمام. بالبرايمري صراحة مشكلة الفلاش كبير ما بقدر احدد. حتى هون ما بقدر احدد اذا هذا البيشنت عنده هايبو او هايبرتروبيا او عنده ديفيشن بالبرايمري بوزيشن. بس هو فعليا ما في. عنده داون شوت بالليفت جيز اكبر من الرايت جيز اذا لاحظتوا. وعنده وايدنينج هون هون بس هون وايدنينج اخف بس انه موجود. بس هاي العين فيها اكبر. حدا بيقدر يقول لي اذا هذا مايلد او مودريت؟ لاحظوا هون البيشنت عنده بيقدر نقاس سيفير.
لأنه كتير واضح. هلأ السيفي حكينا البرايمري، مشكلة بالبرايمري صح، ففعليا هذا البيشنت عنده بايلاترال، عنده مودريت بايلاترال براون سيندروم. الفرق بين هذا البيشنت وهذا انه هذا مونوكيولر بعين واحدة يونيلاترال، تمام؟ هذا البيشنت يونيلاترال بعين واحدة، لكن هذا البيشنت عنده اياها بايلاترال بالعينتين سوا، تمام؟ هذا عنده مشكلة؟ تمام واضح. هلا الميجوريتي من الكيسز اللي بيكون عندهم براون سيندروم بالغالب اوفر تايم بصير لهم سبونتينيوسلي ريزوليوشن، يعني لحالهم مع الوقت هدول البيشنت 75% منهم بيطيبوا لحالهم، بس بيكون لهم معمول لهم مونيتورنج، يعني كل فتره بيجي البيشنت بشيك اكسترا اوكيولار ماسل برايمري بوزيشن اذا في امبليوبيا اي مشكله وبروح، لكن اني اعطيه علاج ما بعد من لهذا البيشنت، خاصه ان البيشنت اللي عندهم تايب نوع كليك اللي بتصير عندهم مشكله وفجاه بسرعه تتحول بتصير طبيعيه، بيكون انترميتنت البراون سيندروم بالنسبه لهم. هلا في احيانا بيشنت ما بيصير عندهم complete resolution، ما بيطيب هذا البيشنت بالكامل. هلا لو طاب هذا البيشنت partially partial بيصير عندهم partial improvement بالelevation، بضل هذا البيشنت منيح. ليش؟ لأنه البيشنت احنا بالحياة نستخدم الداون جيز أكثر من الأب جيز، لأنه بنقرأ بنكتب نستخدم الداون نتفرج لتحت، فالأب جيز هو less often to use، أقل شيء ممكن إنه نحن نستخدمه. فهذا البيشنت لو صار عنده improvement لو كان partially فهذا البيشنت ما راح يأثر عنده على الجروث أو على النظر أو يصير عنده complications، تمام؟ هلا البيشنت اللي عندهم moderate أو severe cases ممكن يصير عندهم decompensation بالprimary position، ممكن يصير عندهم decompensation، فهذول البيشنت إذا صار عندهم decompensation بصير عندهم abnormal head posture أسوأ، أو حتى يبطل عندهم abnormal head posture لأنه صار بكل الhead posture عنده double مش مرتاح مو شايف، ممكن يكون عنده slow recovery لأنه الكنترول صار قليل، يكون عنده slow recovery بالcover test، وبيكون ممكن يصير عنده manifest deviation والبي اس في لهذا البيشنت ممكن تروح، يبطل البيشنت عنده بي اس في لما تيجي تفحصه تتمس وإلى آخره من التستات ما بيشوف، أو بيكون عنده gross بي اس في، فهون بعرف إنه هذا البيشنت صار عنده loss أو صار عنده decompensation للديفيشن بالبرايمري بوزيشن، تمام؟ لاحظوا هذا البيشنت عمره 3 سنوات، لاحظوا عن غير قادر انه يعمل إليفيشن بالأدكشن، وعنده هون داون شوت كثير كبيرة، تمام؟ فهذا البيشنت عنده براون سيندروم بأي عين؟ بالرايت آي. لما كان عمره 3 سنين، لما إجانا البيشنت وعمره 9 سنوات without treatment، لاحظوا انه البيشنت صار نورمال ما عنده اي مشكله بالاليفيشن ادكشن والداون شوت عنا راحت، تمام؟ صار فيها spontaneous resolution لهذا البيشنت بدون اي تدخل او علاج. برضو هون في عنا his chart بتفرجينا انه البيشنت عنده bilateral brown syndrome، البيشنت عمره 5 سنوات، عنده left eye أسوأ من اللي هي الرايت آي، عنده إياها أكتر، تمام؟ لاحظوا هذا البيشنت ما صار عمره 12 سنة، شوفوا قديه صار عنده improvement، طلعوا يا دوب مقارنة هون هاي مكان inferior oblique هون مكانها، فصار عنده improvement هذا البيشنت. البيشنت اللي عندهم spontaneous اللي هي improvement أو اللي عندهم الكليك خاصة إذا كانت acquired، الacquired حكيها ممكن تكون بسبب inflammation، لاحظوا قديش عند هذا البيشنت over action هون وعند under action بالinferior oblique بالleft eye. لاحظوا البيشنت بعد فترة بدون علاج أو بس عالج للinflammation، يعني ما تدخلوا إشي للإكسترا أوكيلر مصل نفسها، تمام؟ لاحظوا صار عنده full recovery.
هلا بما انه البراون سيندروم حكينا ممكن يكون سببها اكوايرد اما تروما او انفلاميشن ادت الها، ففي بعض الامراض يلي بتكون سبب انه يكون عندي انفلاميشن، منها البيشنت اللي عنده روماتويد ارثرايتس، اللي عندهم مرض اللوبس اللي هو الاس ال اي اللي حكينا عنه بالامراض، عنده شوغرين سيندروم وعنده سكلرايتس. هدول الاربعه من الاشياء اللي بتعمل انفلاميشن لبيشنت، بالتالي ممكن بيشنت عنده هدول المشاكل وشفت عنده اندر اكشن او عنده مشكله بالادكشن واليفيشن بالادكشن، هذا البيشنت بحط استفهام انه يكون عنده براون سيندروم. هلا في بيشنت مثلا تروما ممكن يكون عنده دوغ بايت، كلب عضه من عينه، كار اكسيدنت، اي شيء فات بعينه، سيرجري عملت في عين، ممكن احيانا بعد عمليه وسيرجري لاستربيزمس لاي مشكله ممكن بلو اوت فراكتشر يصير عند البيشنت، يعني صار عنده تروما كومبليكيشنز ممكن يصير عنده اكوايرد براون سيندروم. المانجمنت له تعتمد على السيفيريتي، لكن غالبيتهم بعملهم اوبزرفيشن، بعملهم مونيتور، بضل اشوف البي اس في، بشوف هل البيشنت صار عنده امبليوبيا، اذا البيشنت صار عنده ابنورمال هيد بوستشر، هل بدي اتدخل احل انه ما يعمل ابنورمال هيد بوستشر البيشنت، كيف الكوسموسيس لهذا البيشنت، هل عنده داون شوت كثير، عنده مشكله لما بتفرج لفوق فعليا العين ما بتطلع، ولا هذا البيشنت صار عنده بالبرايمري بوزيشن صار عنده سكوينت عشان انا اتدخل واعمل عمليه جراحيه. تمام، اللي هو السيرجري، بس انا ما فوتتكم بمعلومات السيرجري صراحه، حسيتها تو ماتش انفورميشن لكم. هلا الاكوايرد بدي الاحظ هل البيشنت عنده ديبلوبيا انفلاميشن، ممكن اذا عنده دبل اوف فيجن احط له مثلا كفر، اعمل له اوكلوجن لواحد من العينتين لحد ما يصير عنده سبونتينيوس ريزوليوشن، ما بدي اتدخل. اذا كان عنده انفلاميشن مثلا بعطيه تروبس للانفلاميشن وبغطي له عينه لحد ما يصير عندنا يطيب من المشكله اللي عنده اياها في العين قبل لا اعمل اي تدخل لهذا البيشنت، بس يروح المسبب العين ترجع لوضعها الطبيعي. حدا عنده سؤال ثالثه؟ ما فوتتكم كيف العمليه بتنعمل، تفضلي. هلا ممكن يعمل نادرا صح انه يعمل سبريشن بهيك حاله؟ لا لا لا، لانه البرايمري بوزيشن عنده ايام يعني فيش مشكله الا بالسيفير كيسز وكان عنده ديفيشن بالبرايمري بوزيشن. ذكرتيني بسؤال لما سالتكم ليش البيشنت بالسيفير كيسز ممكن يصير عنده امبليوبيا، لانه البيشنت البرايمري بوزيشن يكون عنده ديفيشن، فهذا البيشنت ممكن يعمل ديفلوبمنت للامبليوبيا. سبريشن في حال كان عنده ديفيشن بالبرايمري بوزيشن، ولانه سمول بيكون ممكن الاهل ما ينتبهوا او الفاحص مثلا ما ينتبه لانه فيرتيكال ديفيشن، انه بتعرفوا احنا بنركز اكثر على الايزو والاكزو، فهون ممكن البيشنت يعمل سبريشن يخسر البي اس في ويصير عنده امبليوبيا. عشان هيك بنرجعه حتى نشيك اذا هذا البيشنت صار عنده اي كومبليكيشن ثانيه، بس طالما البرايمري بوزيشن ما في اي مشكله لانه اغلب الوقت نحن بنستخدم البرايمري بوزيشن، ما بنضل نتفرج من فوق مثلا بالاليفيشن، فعشان هيك ما في خوف بالمايل لانه فيش اي مشكله بالبرايمري بوزيشن. حدا عنده سؤال ثالث؟ لا واضح بس. تمام، ثالثه ركزوا على هذا الجدول، وعلى هذا الجدول حكيت لكم عشان تركزوا، والهيست شارت وكيف بيكون البيشنت وايش المشكله اصلا. تاتي كثير سهله، البيشنت مش عم يقدر يعمل اليفيشن بالادكشن، هاي بتكون اول شغله بتدلنا وايدنينج وداون شوت. هذا البيشنت بعرف ايش المشكله اللي عنده من هدول. تمام، ادوين مختلف، عشان هيك ما حطيتكم اياهم بنفس الليكتشر عشان ما تتخربطوا. تمام، حاولوا ثالثة شوفوا هذا البيشنت، حاولوا حلو، هذا صعب شوي. تمام تمام.